السلام عليكم، معاكم دكتور حاتم. الفيديو النهاردة هنتكلم فيه عن نوع من الأطعمة مهم جدا للأطفال والكبار كمان. النوع ده بيساعد بنسبة كبيرة الأطفال اللي بيبقى عندهم أنيميا وفقر الدم، الطفل اللي تلاقي مجهوده ضعيف ويجي يلعب مثلا مش قادر يلعب، أو الطفل اللي بيذاكر تلاقي استيعابه وتركيزه ضعيف شوية وبيقعد ينسى باستمرار. الأطفال دي لما بننتظم على الغذاء ده بصفة يومية بيفرق معاهم بنسبة كبيرة، وبنلاقي تحسن كبير في التحصيل بتاعهم الدراسي وفي المجهود البدني اصلا كمان بتاع الطفل. تابعوا معايا الفيديو ده هتعرفوا فيه معلومات كتير كويسه. في الاول ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو وتشتركوا لنا في القناه لو لسه ما اشتركتوش معانا لحد دلوقتي. الفيديو بتاع النهارده هنتكلم فيه عن نوع من الاكل مفيد جدا، طعمه حلو، لونه حتى حلو، نقدر نديه للاطفال من عمر صغير. هنتكلم النهارده عن الرمان. الرمان من الفاكهة المفيدة جدا للأطفال في حاجات كتير قوي، نقدر نديها للأطفال من عمر 6 شهور. يعني الطفل نقدر ندخله الرمان مع بداية دخول الأكل، ما فيهوش مشكلة، بس بيبقى في شوية ملاحظات كده على الرمان لما بندخله في السن الصغير. مهم جدا إن هو ما يكونش فيه البذر بتاعه، يكون متصفي كويس. مهم جدا إن الحاجات البيضة اللي بتبقى حوالين البذور بتاعة الرمان دي ما تبقاش موجودة في الرمان بتاع العصير اللي إحنا بنعمله. مهم جدا إن إحنا نديه للأطفال بمعدل مقبول، لان احنا لو خدنا الطفل خده بكميات كبيره ممكن يعمل له اسهال او يمشي بطنه شويه. الرمان فوائده كتير جدا. اول فايده هنتكلم عنها النهارده علاج الانيميا. في اطفال تيجي تحلل مثلا صوره دم او نسبه هيموجلوبين تلاقي الانيميا عندهم جامده جدا، ونبص كويس في صوره الدم نلاقي الانيميا دي تغذيه او نقص مخزون الحديد. الرمان من الاغذيه اللي بيبقى فيها الحديد بنسبه عاليه قوي، بترفع نسبه الحديد في الجسم وبتعالج الانيميا وفقر الدم. عشان كده الطفل اللي بيكون عنده انيميا بنلاقي مجهوده البدني قليل، تركيزه في المذاكره قليل. لما بنديله الاغذيه اللي بيبقى فيها الحديد الدنيا دي بتتحسن. تبص تلاقي الطفل في المذاكره استيعابه سريع وكويس. تبص تلاقي الطفل مجهوده لما يجي يلعب مع اصحابه او الكلام ده، تلاقوا الطفل نشاطه كويس، مش يلعب شويه كده وتلاقيه فرهد وعرقان وقاعد شفايفه بهتانه. لا، الرمان لو استخدمناه بصفه يوميه هيعالج الانيميا ده عند الطفل. تاني حاجه، الرمان من الحاجات اللي بترفع المناعه بنسبه كبيره قوي. يعني احنا طبعا عارفين ان في فصل الشتاء العيال كلها بقى ايه، نزلات برد وكحه والكلام ده. لما بندي لهم الاغذيه المفيده زي الرمان بتفرق في تحسين المناعه. في مضادات اكسده بيحفز الجهاز المناعي، بيبقى فيه فيتامين سي بنسبه كبيره بيحفز الجهاز المناعي، بيتخلص من البكتيريا وبيساعد ان الطفل ده مناعته تكون كويسه. يعني لو عملنا الرمان ده عصير وشربناه للطفل بصفه يوميه هيفرق بنسبه كبيره في نسبه الهيموجلوبين اللي في جسمه وعلاج الانيميا، وهيفرق بنسبه كبيره كمان في تحسين المناعه. غير كده ان هو فيه نسبة الياف عالية جدا. نسبة الالياف العالية ديت لما بنديها للطفل اللي عنده امساك تبدأ تساعد ان الاخراج عنده يتحسن. احنا طبعا بندي عصير الرمان من غير البذر، لكن لو اديناه بنسبة كبيرة بيبدأ يعمل اسهال الطفل، عشان كده لازم يبقى بمحاذير. فده مهم، هندي الرمان للطفل عصير بيبقى فيه نسبة الياف عالية بتساعد ان الاخراج عنده يتحسن، وبتفرق كتير قوي مع الاطفال اللي بيعانوا من الامساك على مراحل عمرهم. دي نقطة مهمة. ده غير ان الاطفال اللي بيكون عندهم ديدان لما بندي لهم الرمان بنساعد بنسبه كبيره في التخلص من الديدان دي بسهوله، لان الرمان من الاغذيه الطارده للديدان من الامعاء، يعني الديدان المعويه. لما بنبدا ندي للطفل الرمان بصفه مستمره بيساعد بنسبه كبيره ان الطفل ده يتخلص من الديدان. غير كده كمان ان هو بيساعد ان درجات الحراره بتاعت الطفل تتحسن. الطفل اللي حرارته عاليه وعنده ارتفاع في درجه الحراره لما بندي له الرمان بتبدا الحراره بتاعته تتظبط. دي شوية فوائد قليلة من الفوائد الكتير بتاعة الرمان. عشان كده لازم نغذي الطفل على الرمان بصفة يومية. الطفل اللي عنده أنيميا، الطفل اللي مناعته ضعيفة، الطفل اللي عنده إصابة بالديدان، أو الطفل اللي عيان بصفة عامة، نقدر نديله الرمان بصفة دورية هنلاقي تحسن كبير في النواحي ديت. مهم جدا إن احنا نهتم بالتغذية بتاعة الأطفال، نديلهم الأغذية المفيدة بس بالمعقول. لو ادينا الرمان بنسبة كبيرة بيساعد ان يحصل للطفل اسهال او ممكن يعمل تحسس. الاطفال ما تمسكش رمان كده وتاكله عشان ما تتخنقش، حاولوا تركزوا في الحاجات ديت وغذوا ولادكم صح. وفي الاخر لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو وتشتركوا لنا في القناه، فعلوا الجرس عشان توصلكم الفيديوهات الجديده بتاعتنا ان شاء الله، وتنزلوا تبصوا بصه في الوصف تحت هتلاقوا كل حاجه عننا. ولو احتجتوا اي حاجه سيبوها في التعليقات وانا هرد عليكم قدر الامكان. وشكرا لكم.